مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير في هذا اليوم. خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. لعبة جميلة لكنها لم تستغل. يسيطر، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. عدت الكرة، يلعبها ببراءة. الله، والتسديد، صنع فرصة جميلة للغاية. ضغط قوي وينجح في استعادتها. لا يمكن تسديده من أول لمسة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. دفاع رائع جدا. نرفع، ها هي التسديده، الكره خطيره. جول لقطر. بلا رقابه، وبالتاكيد في مثل هذا الموقف مستحيل ان يضيع الفرصه. كرة ممتازة، تسديدة في اتجاه المرمى. مرة صعوبة. يحاول فك شفرة. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. والكرة في اتجاه المرمى. جول. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. ينطلق إلى الأمام بسرعة في وضعية صحيحة. نقل الكرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يلعب كرة طويلة إلى على الطاير. الله يا ولد، هدف غير عادي. كرة لا يمكن أن تضيع. الكرة ملعوبة من مسافة. يحاول أن يلعب كرة بينية. فرصة للتسديد. لعبة في منتهى الروعة. هدف. يلعب كرة بينية، يحصل على المساحة. هذه ضربة رأسية. لعبة في منتهى الروعة. الله يا ولد،
من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل، لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. يحاول أن يلعب كرة بينية، إمكانية تسديد، تسديدة، يتعامل مع الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، تلعب كرة جميلة، جول. بكل سهولة يضعها في المرمى. يلعب كرة بينية، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم، بطاقة صفراء قرار سليم من الحكم. هدف واضح، هدف ثمين بالتأكيد. سجل هدفا يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. وضعتهم هذه البداية القوية في موقع رائع، منحتهم ثقة أكبر، وبالتأكيد هذا سينعكس على أدائهم في المباريات القادمة. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت.